اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نصرا عزيزا هو الذي أنزل فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم بدأنا بسم الله وبصلاة الله على رسول الله وآله الأبرار الله قم وامتدح يا صاح وجدد الأفراح سعد السعود لاح بمولد المختار الله الحور الخيرة النيرة نترككم الآن مع كلمة رئيس كلمة جمعية الإعمار الخيرية لتنظيمها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل خير الناس أنفعهم للناس أما بعد أيها الحضور الكرام أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في رحاب مسجد الشيخ أبي منصور الياس التندميرتي النفوسي تقمس بها النفوس وتطمئن لها من هذا الفهم انطلق شرع العديد من المرافق والمواجه والآمال أيها الأفاضل الكرام إن إقامة هذا الاحتفال المتواضع إنما هو محاولة منا إلى رفع الوعي بموضوع الشرع قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي أرى عقم ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم النوالي يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي اللهم ابعد عنه الفتن والكوارث والمحن اللهم ربنا ألف بين أهله وجنبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جمعية الإعمار الخيرية لتندميرة تحتفل بذكرها الثانية والتي تأسست قبل عامين من الآن وبالتحديد في يوم 19 من شهر يونيو من العام 2019 تأسست هذه الجمعية للرقي بالمجتمع للرقي بالعمل الإنساني والخيري بمدينة تندميرة وللرقي به إلى المسلك الحضاري والنظامي ومن أهمها اهتمامات هذه الجمعية التي أولتها الاهتمام بالأسر الفقيرة والمحتاجة والاهتمام بالمرضى وأصحاب العاهات ومن أهم اهتمامات هذه الجمعية الاهتمام بالتراث الحضاري لمدينة تندميرة ولغيرها من مدن جبل نفوسة ولعل من أهم ذلك اهتمامها بترميم المباني الأثرية والمساجد العتيقة والتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الأمر كتنسيقها مع مصلحة الأثار والجمعيات الأخرى كجمعية أران كابو لترميم المباني الأثرية أيضا من اهتمامات الجمعية المحافظة على البيئة والذوق العام وكان لها العديد من النشاطات في هذا المسلك ولعل من أهمها الاهتمام بترميم وإصلاح عين القطارة بتندميرة والاهتمام بحملات التشجير وغيرها من النشاطات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمزيد من التقدم ولمزيد من الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته